اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم افضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يسمع دعاء الخلائق ويجيب يؤنس الوحيد ويهدي الشريد ويذهب الوحشة عن الغريب يغفر لمن استغفره ويرحم من استرحمه ويصلح المعيب يستر العصاة ويمهل البغاة ومن تاب منهم قبل واثيب والصلاة والسلام على الرسول الأحمد هو تاج أولي العزائم وقدوة لكل قائم وقائم وباتباعه تحلو الحياة وتطيب اللهم صل على محمد وآل محمد أحبتي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما وأرحب بكم في ثنايا هذه المسابقة القرآنية الوطنية للتلاوة والتي تم التقديم عليها لاكثر من مائه قارئ من جميع محافظات بلدنا العزيز حيث تم قبول خمسه واربعين متسابقا منهم لكي يخوضوا التنافس فيما بينهم خلال المرحله الاولى هذا ويذكر ان لمركز القران الكريم العديد من النشاطات القرانيه في هذا الشهر الفضيل ومنها الختمات الرمضانيه المباركه الختمه القرانيه بعد صلاه الفجر والختمه القرانيه بعد صلاه الظهر والختمه القرانيه الخاصه بالبراعم والتي انفرد بها مركز القران الكريم والتي تبث جميعها عبر فضائية العتبة العلوية المقدسة كما ونرحب بالسادة أعضاء اللجنة التحكيمية ونبتدئ بالترحيب بحكم الوقف والابتداء الأستاذ حيدر الكاظمي حياكم الله أستاذ حيدر نعم وحكم قواعد التجويد الأستاذ السيد عادل الياسري حياكم الله أستاذ حيدر وحكم الصوت الاستاذ سراج العبادي اهلا وسهلا بكم, بكم وحكم النغم جناب دكتور فاضل العرام حياكم, حياكم الله, الله شكرا. نعم احبتي المشاهدين ان شاء الله سنشرع بتلاوات الاخوه المتسابقين لكن بعد هذا الفاصل الاول شهر رمضان شهر قبول الاعمال عدنا وإياكم أحبتي المشاهدين بعد هذا الفاصل الأول ومع المتسابق الأول لهذا اليوم من محافظة ذقار المتسابق علي نهض عنيد سيتلو علينا إن شاء الله من سورة النمل الصفحة 378 من الآية السابعة عشر إلى الآية الثانية والعشرين نتمنى له تلاوة موفقة إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحشر لسليمان حتى <applause>

أدخلني برحمتك في Love اللهم صل على محمد وال محمد احبتي المشاهدين استمعنا واياكم الى تلاوه المتسابق علي ناهض من محافظه ذيقار فشكرا طيبا جزيلا له على هذه التلاوه المباركه ننتقل الى الساده في اللجنه التحكيميه لابداء ملاحظهم على هذه التلاوه ونبتدئ بحكم الوقف والابتداء الاستاذ حيدر نعم تفضل نعم حياكم الله وبارك الله القارئ علينا في هذه التلاوه حقيقه ملاحظات كثيره يعني موجوده في تلاوته تاره يقف على كلام صحيح ولا حاجه للرجوع الى مسافه بعيده لان الايه التي بعدها اختصت بذاتها ومستانفه بنفسها ويفهم منه ويفهم منها معنى وايضا يصح الابتداء بها فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي. ما لا داعي وقال يرجع وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني هذا كلها صحيحه ليش الخوف انه بالرجوع نعم اذا كان متعلق لفظي او معنوي او تفسيري او اعرابي فيما قبلها هذا صحيح. أما هنا فهي مستأنفة بذاتها ولا تحتاج إلى هذا الرجوع البعيد مثل ماذا سأل حيدر؟ يعني الكلام كثير أنا قلت ملاحظات كثيرة لكن آه. أحنا حتى يعني أترك مسافة آه. وأترك وقت لإخوتي الأساتذة المحكمين آه. مثل أعذبنه عذابا شديدا أوصلها الغائبين أول شيء هو كان سؤال النبي ما لي لا أرى الهدود أم كان من الغائبين آه. هناك كان استفهام لو عذبنا به جاءت هذه لام الفعل زائده للتوكيد معها بالنون المشدده في الفعل اعذب لتوكيد الفعل انه سوف يعذبه اذا لم يكن لديه عذر لهذا الانقطاع وهذا الغياب فاوصلها ثم رجع بعد ذلك وقرا من بدايه النص ما هي الفائده المتحققه لا يوجد شيء فيها فنرجو له سنت احسنتم استاذ حيدر نعم سيد عادل تفضلوا احسنتم. تحية طيبة للمتسابق من ذي قار علي ناهض أكو ملاحظات عليه مثلا الآية الأولى قراها وحشر لسليمان جنوده من الجن من الجن خون النون مفتوحة أقراها من الجن ليش من الجن يعطيها إشباع مسايرة مع مع النغم يعني النغم اللي أخذها على حساب حركة النون من ليس منال. ايضا في نفس المورد الاخر في وادي النمل وادي النمل النمل ليش النمل 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 وهكذا عنده ايضا ممكن سيدنا اللهجه هنا تاثر او لا مو اللهجه لا لا النغم. النغم النغم يعني ها. ياخذ النغم على حساب نعم، عن ما دكتور نعم احسنت انت ترضى عنه انا بس ما ارضى عنه المهم <تصفيق> آه ايضا عدة في بعض الحروف مثلا هي يعني شده يعطيها رخاوه هي رخاوه يعطيها شده مثلا حرف العين توسط اعطاه رخاوه عندك حرف الذال لا اعذ لا اعذ اعطاه شده لا أعذ ذي ذي هاي رخاوه أه. حرف رخو ليش لا أه. لا اعذ اذا هاي ملاحظات مسجله عليه فعليه القارئ هيك مستوى يعني سواء كان الاخ علي او الاخوان البقيه يعني حتى المشاهدين الكرام يعني لا يحاول بالنسبه للاحكام يعني كل حرف يعطيه حقه هو شنو علم التجويد؟ اعطاء كل حرف حقه هو مستحقه من الاحكام المخارج والصفات والاحكام اللي تطرح عليه من علي. الرخاوه والشده احكام تطرأ أه. عليه لذلك انا لازم لان يعني انا قارئ يعني مشارك مسابقه وطنيه شنو معناها؟ هو ما جاء من غير مكان او متشنج جداً احسنتم يعني يقراون بهدوء تشنج في طمأنينة بسكينة بتأني ليش العجلة هذا وليش التشنج هذا مثل ما فضل الاستاذ حيدر على كل فتمنى كل خير ان شاء الله تعالى وتلاوة طيبة شكرا جزيلا سيدنا نعم حكم ورح. الصوت بسم الله الرحمن الرحيم <applause> تحية للأخ علي ناهض عنيد القارئ علي ناهض يعني كل بحسبه يتكلم الاساتذه الكرام في اللجنه التحكيميه، انا اتكلم عن ناحيه الصوت ما لي علاقه في بقيه حقيقه صوته جميل صوت معبر زخارف صوتيه يمتلك جميله المساحه الصوتيه مالته كلش تعينه في انه يؤدي اداء متقن ورائع يعني بامكانه ان يصير قارئ محترف جدا وقارئ كبير جدا القرار مالته قرار جميل الجواب مالته جواب جميل والصعود مالته كان بارتياح ما كان يتاذى من يصعد في الجواب مالته. عموما صوته جدا جميل، ادعوه ان ياخذ الملاحظات من الاساتذه الكرام ويعمل عليها من اجل ان يرتقي بمستواه، حقيقه مثل واحد يمتلك صوت جميل لابد ان يشتغل على نفسه لانه قد يكون واحد عنده كل بقيه الامور من النغم من احكام التلاوه من الوقف والابتداء لكن ما عنده صوت جميل ما يصير قارئ محترف ما يصير قارئ كبير لكن من عنده صوت يجب أن يعمل ويأخذ بملاحظات الأساتذة وفي اللي كي يصبح قارئا يلم بجميع القواعد لأن صوته يساعد على ذلك والصوت هو يعني يعذرون الأساتذة الأساس في أنه يكون قارئ لأنه يحتاج يحتاج الى هذا وادعوه ان ياخذ بالملاحظات الملاحظات الاساتذه ولا سيما ملاحظات النغم باعتبار انا قريب من النغم وجناب الدكتور جزاه الله نعم خير تفضل الدكتور تفضل الدكتور. الدكتور شكرا, 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 شكرا جزيلا, جزيلاً القارئ علي ناهض عنيد من محافظه ذي قارس تلاوه طيبه ومعطره وطيب الله انفاسه دائما نشجع القراء واحنا غايتنا يرتقون بمستويات اعلى بالحقيقه عندي عندي بعض الملاحظات الاستهلال، كان عنده قضية الاستهلال يعني هو احنا نعرف انه عندما نبدا هسه انا اريد اروي لكم قصة، من ابدا؟ ابدا باستهلال بطيء منخفض الطبقة، بعدين ابدي ارتقي حسب الاحداث الموجودة بالقصة، فالتلاوة هي بهالكيفية بها هاي، الان يعني هو هو أخذ قرار جيد ممتاز بعدين شو أول ما بدا بدا بالبيات الشوري البيئة الشور احنا نأخذها تحليه حتى نقفل حتى نقفل الجمله عند ما يكون الوقف تام والقفل تامه نقفلها تنتهي الجمله النغميه ننتقل الى صوره اخرى هو اول ما بدا بهذه هذه تنحسب عاليه طبعا قضيه السرعه اللي تكلم عليها استاذ الصوت محكم الصوت استاذ السراج وتكلم سيدنا الله يحفظه مال قضيه النامل كان يؤدي ببطء مثل ما نعرف احنا كل مقام له رتم وإلى سرعه هذا جانب، الجانب الاخر كل حرف له سقف زمني طيب انا اذا ادي بوتيره واحده وطولت السقوف الزمنية الى حرف سويتها متساويه فسدت التلاوه اصبح حكم التجويد السيد عادل خلى عليها نقاط ومثل ما قال استاذ الصوت محكم ماده الصوت ايضا عده ملاحظات عليه لان كان يؤدي بطريقه رتيبه رتيبه الريست الى سرعته النهاونت الى سرعته البيات الى سرعته بيات الشور من يقفل الى سرعته هاي تضطره نقل التلاوه ويجملها هذه يسمونها بهارات التلاوه هو يعرف المقامات لكن انا ايضا ادعو مثل ما دعا زميلي ادعو الى ان يطور مهاراته في اداء المقامات مم. وتلاوه معطره وطيبه وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا للجميع. نعم احبتي المشاهدين ننتقل الى المتسابق الاخر لهذا اليوم من محافظه البصره القارئ قاسم صباح نوري نستمع الى تلاوته لكن ان شاء الله بعد هذا الفاصل. شهر رمضان. شهر الدعوه الى ضيافه الله. قف انها بجلالها الايات فيها هدى وسكينه وثبات رتل وجود ما استطعت حروفها وبسط فؤادك انها النفحات. رجعنا ياكم احبتي المشاهدين بعد هذا الفاصل ومع القارئ الاخر لهذا اليوم قاسم صباح نوري من محافظه البصره سيتلو علينا ان شاء الله من سوره الحجر. الصفحة 263 من الآية السادسة والعشرين إلى الآية الثامنة والثلاثين نتمنى له تلاوة موفقة إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمإ مسنون وَالْجَ خلقناه من قبل من نار السموم وإن قال ربك للملائكة إن خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخ فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإن من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وال محمد شكرا جزيلا طيبا للقارئ علي صباح نوري من محافظه البصره على هذه التلاوه المباركه نعم حكم الوقف والابتداء الاستاذ حيدر ملاحظاتكم تفضل نعم حبيبي طيب الله انفاسه القارئ المحترم قاسم صباح لعل قصر الايات وقراءة الحظ كانت في جانبه لان الوقفات كلها سهله والآيات كلها قصيرة ولكن هناك ملاحظة مهمة جدا خاصة التي تختص بالآية الثلاثين والواحد والثلاثين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أباء يكون مع الساجدين لعلماء الوقف والابتداء في هذه الآية وما يضارعها من نفس المعنى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا, إلا هنا هذه الاستثناء هل هذا الاستثناء هو متصل أم منقطع البعض قالوا منهم أنها متصل والدليل بأن إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين أي لم يكن يسجد مع الملائكة والآخرون قالوا أنه منفصل لأن إبليس ليس من الملائكة بل هو من الجان وهذا رأي محترم جدا يسوغ لنا الوقف وعدم الوصل الآية بالتي بعدها كما هو المنظر الـ الـ الختامي الذي اختتمه قال فانك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم هو توقف ثم قال الى يوم الوقت المعلوم فايضا فيها مذهبان وكلاهما صحيحان في الوقف على رؤوس الاي او تكمله المعنى قراءه موفقه كانت حياه شكرا جزيلا خدا. نعم سيد عادل الياسري تفضل شكرا لك احيي المتسابق قاسم صباح من البصره اكو ملاحظات عليه أه مثلا كلمة خلقنا الإنسان خلق هنا القاف اعطيها قلقلة. قلقله يعني كثير من حروف القلقلة ما طاها مثلا عندك القاف عندك حرف الجيم عندك حرف البي في إبليس يعني ثلاث موارد ما طاها قلقله مم. قلقله صغرى أخوي طيها أه عد وإذ قال هنا صار عدة مكث على الذال وإذ قاله شنو داعي لها وإذ قال ليش وإذ قال تمام أيضا عد لبشر خلقته هنا التنوين مع الخاء إظهار بدون غنة هو طه إخفاء لبشر خ لبشر اظهرت تَنُونُ الساكنه ختمها بالوقت المعلوم القاف قال قلم اعطاها العين توسط اعطاها شده المع معلوم معلوم فهذه كل يكون يعني الشده في العين يعني لا لا شده هو طه شده المفروض تكون توسط التوسط نعم نعم يعني حرف العين غالبا ما يقعون به المتسللون اكيد وقين. يعني اكثر القراء للاسف الشديد يعني ما يطيع حقه لانه هو العين حرف حرف توسط أهو. لا شده ولا رخاوه أهو. لا اقول المعلوم ولا المعلوم المعلوم معلوم موش ولا؟ يعني عين اعطيه توسط توسط كثير أحسن. من القراء مع الاسف الشديد يعني شبابنا اللي لاحظنا في هاي المسابقه يعني لاحظ يعني صفات بعيدين عنها اتمنى لك كل الخير ان شاء الله شكرا جزيلا سيدنا نعم حكم الصوت استاذ تحيه للقارئ قاسم صباح نوري الصوت جميل كان عنده امكانيه اكبر من اللي شفناها كان المفروض م. نشوفها اعتقد يعني عنده ملاحظات كثيره في قضيه التصوير الصوتي والصورة الصوتية وهاي إن شاء الله راح يوضحها جناب الدكتور لأنه تعتمد على يعني النغمات اللي يختارها للآيات وأيضا تأثر في الصوت باعتبار الصوت هو راح يكون المادة الأساسية للقراءة بالنغم اللي راح يصور به فبالتالي صار عنده مشكل في أنه أعتقد يعني حسب ما سمعناه كان كل مقطوعة كل آية كل مجموعة من التلاوة مقسمة إلى أقسام كل واحدة في وادي يعني بعيدة عن المقطع الآخر صوته جميل بإمكانه أنه يستثمره كان عنده زخارف صوتية جميلة لكن في بعض الأحيان كانت مكانات يحتاج أنه يحط بها زخارف صوتية ما شفناه وضع بها نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقه للمزيد وأن يعمل على تطوير قابلياته شكرا وشكرا. جزيلا نعم حكم النغم نعم دكتور الفضل. شكرا جزيلا أستاذ أزهر التحية للقارئ قاسم صباح شكرا. نوري من البصرة تلاوة طيبة ومعطرة وطيب الله أنفاسة بالحقيقة أنا اللي 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 عند مثل ما قال زميلي آه أستاذ سراج أنه هو كان هم عرض المقامات هو النص مفهوم النص عبارة عن قصة جميلة وبرؤية كلش حلوة كل آية كل آية لها لها صورتها الخاصة وينتقل إلى الآية الأخرى هو كان يفكر بالزخارف يفكر بالمقامات يفكر شلون شلون يجيب اكثر مقامات قرا الحجاز كار سواء عجم من النهاوند وسواء بيات واخذ الرس اوكي لا بس لكن كان بعيد عن النص احساس كان بعيد عن النص تصويره بعيد تماما عن النص ثم آه كثره احنا قلنا كثره المقامات وكثره الزخارف تاتي بنتائج عكسيه بالضبط تاتي النتائج تكون عكسيه تماما <applause> هو عنده صار عنده خروج كلمه جان لما حاول يصعد شويه خرج عن توني ورجع وتلاوه طيبه نعم دكتور طيب. <applause> كونك حكم النغم نعم كم مقام تحتاج بتلاوه المتسابق؟ هي باللوائح كاملة. باللوائح المعمول بها دوليا يقولون ثلاث مقامات وان كان جاب اكثر فهو يعتبر يعني مع الاستهلال او من غير الاستهلال؟ لا مع ثلاث الاستهلال ثلاث مقامات أوه. مع الاستهلال يعني هو اصلا هو كل قارئ ما راح يجيب ثلاثه اوتوماتيكيا راح تجيب تد... يعني لان البيات بيات الشيور هذين اثنين يعتبرهن الرست هذا هذين اثنين اربعه ويجيب نها... يجيب كرد يجيب سيقا يجيب حجار. يعني حجاز م. دائما يجيب لكن كل ما يكون ال... ال... التوظيف. الانتقاله تكون انتقاله من صوره الى صوره تكون عباره عن انتقاله بالمقام وانتقاله بالصوره القرانيه وبالمعنى بالمعنى تكون جميله احسنت تكون مدروسه هو اريد من عنده يدرس هاي الحاله وهو المطلوب ان شاء الله شكرا حسنت. جزيلا دكتور نعم احبتي المشاهدين ننتقل الى المتسابق الاخير لهذا اليوم من محافظه النجف الاشرف القارئ محمد مصطفى قتاد سيتلو علينا ان شاء الله من سوره النحل نستمع الى تلاوته لكن بعد هذا الفاصل. شهر رمضان شهر تجاب به النجوى. رجعنا وياكم احبتي المشاهدين بعد هذا الفاصل ومع المتسابق الاخير لهذا اليوم من محافظه النجف الاشرف القارئ محمد مصطفى قتاد سيتلو علينا ان شاء الله من سوره النحل المباركه الصفحه 281 من الايه 120 الى الايه 126 نتمنى له تلاوه موفقه ان شاء الله اللهم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لانعمه اجتباه وهداه الى صراط مستقيم واتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا. ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع <applause> <applause> الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وال محمد كل الشكر والتقدير للقارئ محمد مصطفى قتاد من محافظة النجف الاشرف على هذه التلاوة المباركة. نعم احبتي المشاهدين نستمع إلى ملاحظات اللجنة التحكيمية ونبتدئ طبعا. بحكم النغم ومثل ما استمعنا انه قرا بالطريقه العراقيه الطريقه البغداديه الطريقه العراقيه كل, ما كل ما قرا قارئ بالطريقه تبدا من من, من عندي وهذا <applause> شرف لي شكرا جزيلا لك طبعا <applause> القارئ محمد مصطفى قتاد من النجف الاشرف تلاوه طيبه ومعطره وخاصه وهي بالطريقه العراقيه واحيي عليها ولكن لا تخلو من بعض الملاحظات ان شاء الله احنا نحاول نفيده اليه وليس ضده آه كانت استهلاله طيب جدا آه الحلو بالموضوع انه هو تدرج بالانتقالات قرا اللامي وانطانا جوابات عاليه باللامي اخذ العالي اللامي كلش ممتاز جدا لكن هو يعني حصر نفسه في طبقه عاليه ان شاء الله الدكتور استاذنا راح يعرج عليها صارت عنده نشازات عند بعض النشازات خرج عن عن التون شويه شويه كان مشدود متسرع احنا نريد يسترخي وان شاء الله الملاحظات الباقيه يمي شكرا, شكرا جزيلا دكتور نعم استاذ الله صار طبعا احيي الدكتور هو استاذي ولا لا استاذ, لا هو عفو أستاذ عفو عفو انا خادمكم ان شاء الله كل البركه بيكم تحيه للقارئ محمد مصطفى قتاد من النجف الاشرف يعني شفناه مختنق وكانه يقرا بخشمه بانف يطلع الصوت هاي مشكله تسوي له بالتلاوه حتى في يعني قبل ان يختم صار عنده شبه اختناق لانه الصوت راح كانه اختنق وهاي مساله يكون يلتفت الها كذلك بالنسبه الى الطريقه العراقيه حقيقه صوته ما شاء الله جميل لكن يحتاج ان يعني يطور من الزخارف الصوتيه العرب التحريرات يحتاج يطورها لأن الطريقه العراقيه تحتاج مثل زخارف صوتيه وان تكون سريعه اشار جناب الدكتور البارحه انه يعني الطريقه العراقيه تاخذ كلمات مو تاخذ حروف مثل الطريقه المصريه فبالتالي تحتاج اكثر الى زخارف صوتيه سريعه العرب تصير سريعه حتى تصير جميله بالتالي تنطرون رونق التلاوه عموما تلاوه جيده اسال الله له التوفيق والسداد بحق محمد وال محمد شكرا جزيلا نعم حكم قواعد التجويد الاستاذ السيد عادل ياسر التلاوة. شكرا لك آه تحيه طيبه للمتسابق من النجف الاشرف محمد مصطفى قتاد آه حقيقه ملاحظات قليله عليه لكن آه مكرره عند آه زياره الغنه مثلا صراط مستقيم ثم وان خوهي الغنه حركتين ليش اعطيها اكثر <applause> فهم هذا يرتكز على الغنة في سبيل حتى يؤدي المقام او يؤدي مثلا النغمه او النبره اللي يريدها يعني الصوت والنغمة على حساب الغن، الغن اعطيه حركتين مو مو اكثر. عند كلمه المشركين يعني ما طشين حق من وما كان من المش من يعني لفظها مو بحيث الشيء ما طاح حق اصلا ما مفهوم اصلا. ايضا عدة بمن ضله الضاد هنا حرف استعلاء تكون مفخمه اعطاها صفه الاستفال. هاي <مسم> طيب ملاحظات على مصطفى شكرا, شكراً جزيلا ان شاء الله. شكرا جزيلا سيدنا نعم حكم الوقف والابتداء استاذ حيدر تفضل نعم قراءه طيبه وجميله للاخ القارئ محمد مصطفى <مسم> حقيقه كان اداؤه متزنا ومنضبطا ومثقفا في وقفاته وفي ابتدائه وحقيقه كان رائعا جدا اعجبتني تلاوته وضبطه العالي في الوقف والابتداء بارك الله بتلاوة ما شاء الله شكرا جزيلا نعم أحبتي المشاهدين إن شاء الله بقي لدينا فقرة إعلان النتائج لكن بعد هذا الفاصل الأخير شهر رمضان شهر تغلق فيه أبواب النية هو للوحيد مؤانس في وحشة ومنفس في حالة الإرهاق رجعنا ياكم أحبتي المشاهدين بعد هذا الفاصل الأخير ومثل ما عودناكم بكل حلقة راح تكون هناك نصيحة قرآنية من أحد أعضاء السادة في اللجنة التحكيمية وإن شاء الله اليوم من الأستاذ حكم الصوت الأستاذ سراج العبادي نستمع له نعم تفضل حياكم الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين اللهم صل على الله. ملاحظه لاخوتنا واحبتنا القراء الافاضل حول رسم الصوره الصوتيه والتعبير الصوتي واستغلال الصوت في بيان حالات الايه القرانيه المباركه اللي تنقلها وهذا مثل ما قلنا يعتمد على مدى تدبر القارئ لأنه قد يكون القارئ يقرأ القرآن لكن ما يتدبر به وبالتالي يقرأ الآيات كلها وهو ما يحسش قاعد يقرأ قاعد ينقل قصة قاعد ينقل سؤال إلهي من رب العالمين إلى عبده قاعد يقرأ دعاء لرب العالمين بالتالي راح يأثر في اختيار الصوت والطبقة الصوتية ويؤثر في اختيار النغم لابد يختار نغم يلائم هذه الآيات المباركة ولا بد يختار الأسلوب أيضا يعني هاي الآية سؤال استفهامي لو جواب على فت قضية معينة نطفة أمثلة لتوضيح الصورة مثلا من أم مريم أم مريم عليها السلام, السلام زوجة الله عمران الله من قالت قالت ربي إني وضعتها يعني شنو قاعد أصور لك انه ام مريم حزنانه انه قاعد تخبر ومنكسره ليش؟ لانه مم. كانت تتوقع انه يجي ولد وليس ذكرك الانثى تخبر انه مو فيجي الجواب الاطمئنان من رب العالمين ثم بعدين من تطلب من رب العالمين طلب معتبر راح يصير دعاء اختلف احنا اليوم مثلا نستخدم بلهجتنا العاميه من تجي الواحد تقول له رحت رحت يعني هذا السؤال سؤال. واحد شو تقول له رحت يعني شنو ما راضي عليه يروح لهذا المكان بس انت ما سويت فتش هي الكلمه بنفس الكلمه لكن طريقه ادائها له رحت استفهام رحت ما قابل عليه انت رحت يعني شنو انا رحت صار في الماضي هي كلمه وحده لكن شوف لا اختلفت يعني الحركات مالتها باللغه العربيه ولا اختلف يعني الحروف مالتها لا زادت ولا نقصت لكن طريقه الاداء مالتها النغمه اللي حطيتها وطريقه الصوت اللي تكلمت به الانسان يعني صوته يعكس ما بداخله لذلك مثلا الدعاء اي دعاء اليوم من واحد يريد يقرأ ما يصير يقرأ بمعزل عن الأحاسيس مالته، ولذلك ولذلك اكو واحد يقرأ الدعاء واكو واحد يدعو <applause> إلهي واحد قاعد يدعو واحد يقول إلهي قاعد يصير على رب العالمين هو ما يصير لابد انت شنو تكون في وضع الشنو وضع الانكسار مع الله سبحانه وتعالى <applause> تصير في وضع انه انت تدعو خالق السماوات والأرض قاعد تطلب من عنده فتشي بالقرآن الكريم الصورة الصوتية طبعا دكتور فاضل عرام أستاذنا وحبيبنا عنده بحث إن شاء الله قال نطرحه يا حبذا ينطرح في رسالته للماجستير أو الدكتوراه يطرحه إن شاء الله يستفيدون من عنده عنده بحث حول الصورة الصوتية ورسم الصورة الصوتية من خلال الصوت في القرآن الكريم وهذا جدا مهم حقيقة الساحة القرآنية يجب يجب علينا ان لا نكون عباره عن ظاهره صوتيه بمعزل عن ايات القران الكريم، مم. انا اتذكر دخلنا على سماحه المرجع محمد سعيد الحكيم حفظه الله احد مراجعنا الكبار، قال لا تصير القضيه القرانيه عباره عن ظاهره صوتيه، اوصيكم اولادي احبائي كنا مجموعه من القراء جئنا دخلنا عليه، قال كون تحسون بمعاني الايات، تصورونها القارئ للقران وكانه يوحى اليه. من الله سبحانه وتعالى قاعد يقرا القران الله. يبلغه عن الله سبحانه وتعالى يبلغه آه. للناس اليوم مثلا استاذ حيدر من يحكم للوقف والابتداء ليش يقول له هذا خطا وذاك صح؟ لانه انت من راح توقف هذا المستمع ما قدامه قران قد يمشي بالشارع قد يمشي بصف المسجد مثلا ويسمعك انت من توقف من توقف على شيء خاطئ راح ترسم صوره خاطئة إذا وقفت بالوقف الخاطئ فكأنك مبلغ عن الله سبحانه وتعالى فأدعو القراء قل. الأحبة صحيح. أنه يلتفتون إذا مم. إلى مثل هذه القضايا وأنه لا يصير عندهم اهتمام فقط بالنغم والصوت وترك الأحكام و. و من الوقف والابتداء كذلك وفقط يريد يؤدي التلاوة شوف الآيات القرآنية شنو تحتاج نغم حط لها شنو تحتاج صوت حط شنو تحتاج من الـ يعني التنغيم الصوتي والأدائي وفي اللغة حط لها ليش لأنه كل هذه اليوم اللي نحكمها اللي هي الوقف والابتداء أحكام التلاوة الصوت النغم هي لغاية تؤدي لغاية وليست هي الغاية والغاية هي أفلا يتدبرون القرآن ام على قلوب أقفالها أعتذر عن الإطالة وشكرا لكم جميعا شكرا جزيلا استاذ سراج <applause> العبادي حكم الصوت على هذه المعلومات القيمة نعم احبتي المشاهدين وصلنا إلى اعلان النتائج للمتسابقين لهذا اليوم حيث حصل المتسابق الأول علي ناهض على 87.5 درجه مقسمه كالاتي في ماده التجويد حصل على 37 درجه و18 درجه في ماده الوقف في الصوت 17 درجه والنصب و15 درجه في ماده النغم بينما حصل المتسابق الاخر قاسم صباح على 85 درجه 35 درجه في ماده التجويد و19 درجه ونصف في ماده الوقف و15 درجة ونصف في مادة الصوت و15 درجة في مادة النغم بينما حصل المتسابق الاخير لهذا اليوم القارئ محمد مصطفى قتاد على 87.5 درجه مقسمه كالاتي في ماده التجويد 37.5 درجه وفي ماده الوقف 19.5 درجه وفي ماده الصوت 15.5 درجه وفي ماده النغم 15 درجه وفي ختام هذه الحلقة لا يسعني الا ان اتقدم بالشكر الجزيل للساده اعضاء اللجنة التحكيمية، وللاخوة المتسابقين لهذا اليوم على تلاواتهم المباركة، ولكم ايها المشاهدون الاحبة لاصغائكم الى هذه التلاوات، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وفي امان الله.